السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلة الامتحانات لأولى والتانية ثانوي في إيد مين؟ ومين اللي هيحط الامتحان؟ بكل بساطة كده وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي قال لك يجوز وضع امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي أن يقوم بها المدرس الأول. طب إزاي الكلام ده؟ قال لك مدير المدرسة هيكلف المدرس الأول للمادة بوضع أسئلة الامتحانات على أن يتم الالتزام بالمواصفات الفنية المعدة من قبل المركز إيه؟ القوم الامتحانات. وكل أسئلة الامتحان زي ما اتفقنا 70% اختيار متعدد و 30% مقالي. وأكد الوزير أنه يجوز للطالب أن تكون الإجابة بنفس الورقة والإجابة أو تكون الإجابة في ورقة منفصلة عن ورقة الأسئلة. أيهما أنسب للمدرسة هي المدرسة اللي هتحدد الكلام ده. تمام. يذكر أن أعلنت طبعا وزارة التربية والتعليم أن الجدول يا جماعة هيبتدي إن شاء الله خلاص يوم السبت 22/1 لغاية يوم الأربع 2/2، ده بالنسبة للصف الاول الثانوي، وان شاء الله تتم بعدها اللي هي تانية ثانوي. نتمنى من الله عز وجل النجاح والتفوق لاولادنا، والامتحانات اللي هي خارج مجموع خلاص تم الامتحان فيها، والامتحانات الالكترونيه بالمدارس بلجان، يعني بلجان مراقبه تبقى ورقيه، تبقى الامتحانات ورقيه وتطبق فيها كل الاجراءات الاحترازيه ومراعاه طبعا الزمن المخصص لكل اجابه. يا رب تكون خير لاولادنا ان شاء الله، وان شاء الله تكون خير، و كل اللي فيها زي ما اتفقنا نركز قوي اللي احنا يعني ما نسيبش ولا سؤال. خلاص ربنا يكتب لكم الخير ان شاء الله، وتعدى على خير السنه دي ان شاء الله. قولوا يا رب. كان معكم اسامه رزق مؤسس اجيال اندلس، في امان الله.